هذا البرنامج برعاية زين، سامسونج، الخياط للسيارات، سواتش. عندي لكم سؤال، تعرفوا شو يعني؟ استعجلي بلاش نتأخر على أبوكي حبيبي. كتير مصحاني أنا صح؟ طبعاً هذا السؤال كلنا عارفين إنه هيك راح ينتهي في مصيبة ومشكلة، لذلك حاول تجاوب أي إجابة دبلوماسية، تحاول أنك تقلل الخسائر لأكبر حد. يعني شوفي، كلنا مع مرور الزمن بنتغير، خاصة مع الزواج. يعني مين ما بتغير؟ يعني نصحاني عم تحكي عني؟ نصحاني رجائي على فكرة، بس عشان تكون عارف كتير طبيعي أنا أكون هيك. أنا مخلفة، أنا جايبة بيبي يعني، فهيك كتير منيح بالمقارنة بكتير أمهات، فلازم تكون مقدر. بالعكس يعني عادي، بس ما أنت حكيت إنك بكرة راح تبلش دايت، فاتس أوكي يعني. دايت؟ شكراً كتير رجائي، شكراً كتير إنه كل ما تسمح لك الفرصة قاعد عم بتحاول تحكي لي إني ناصحة. شكراً على دعمك والسبورت اللي عم تعطيني إياه. قلنا لكم هذا السؤال حيجيب نهاية العالم، ما تجاوبوهوش. نصيحة من العبد الفقير إلى الله، ما تجاوبوه. من أكثر الأشياء اللي بتوجع قلب الزوجة لما جوزها يقولها أنها نصحانة. تلف بتلف ترجع لك. أنا قررت أعمل دايت، خلص دايت ملتزم، بس التحدي الوحيد هو إنه إمتى تبلش. دايما بكرة بكرة، والله بكرة رح بلش دايت، بكرة خاوة رح بلش دايت، خاوة رح بلش دايت بكرة. أهلا وسهلا، شرفتونا. الأكل تمام، مجهي بجاهي، تسلموا ليك. كتير زاكي الأكل، مش قادرة أوقف أكل صراحة. شو تيما؟ ما بدكم تجيبونا التاني؟ أنتي، إحنا ملحقين على الأولاني عشان نجيب التاني. بس بدك تلحقي حالك، أنتي ما عدت صغيرة. بعدين عندنا شاب واحد في العائلة، بدنا يصيروا اثنين. احنا مش بخططنا، يعني مش بخططنا المستقبلية هذا الموضوع يعني. بس بدك تعمل حسابك انه مش كل شيء بيمشي على الخطط. لا انتي ما تخافي، هاي تحديدا ماخذين احتياطاتنا تماما، ما تقلقي. ان شاء الله كل سنة وانت سالم يا ابو عوض. شكرا شكرا. وبهذه المناسبة السعيدة، سعيدة إلي طبعاً، نظمت قصيدة عمصاء عصماء مطلعها: ألا يا يوم مولدي قد هليت، وجمعت الأحبة في هذا البيت. فافرحوا فافرحوا، فإني من حبكم قد اكتويت، ومن رؤياكم قد شبعت وارتويت. الله 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 الآن؟ نتفة صغيرة كمان فقط.
هلان خلص ماما يسلموا، انا اصلا ما بدي اتقل اليوم عشان بكره بدي ابلش دايت. استاذ رجائي، يا والد حفيدتي، متى طايح على الاماراتي؟ اخر الشهر ان شاء الله. شو بدك تجيب لي هديه؟ انا بدي لابتوب، سمعت انه عندهم الاشياء رخيصه ومنيحه. شو رايك بالمره هو جاي يجيب لك معاه برج خليفه كمان؟ مش قلقان فيك انا يا حبيبي، شو بدك اجيب لك لابتوب وما لابتوب فضيلك انا؟ بالضبط، مش قلقان فيك، بده يتوصف اخته حبيبته ولا لا؟ لا لا انت ولا هو. ضروري تفتح تمك وتتفلسف انت؟ اختصريني انت والكش اللي في راسك. طيب اخلص. خرج. شو بفهمك بالفاشن؟ انت والبوت اللي لابسه. ما العط. ابو عوض. نعم. جبنا لك هاي الهدية البسيطة بمناسبة عيد ميلادك، ان شاء الله تعجبك. اكيد راح تعجبني، لانه الهدية مش بقيمتها المادية، لا لا، الهدية بقيمتها المعنوية. ألا يا حما ابنتي، أنت في المهام الصعبة قدوة، ولكن لو كانت الهدية أغلى نتفة لتمت فرحتي. وبهذه المناسبة السعيدة، أنا عندي مفاجأة خاصة وللرجال فقط. يا أخي إحنا ما مجتمع مع بعض مثل العائلات المحترمة. أنا معك. أنت معنا ورجائي كمان. عيش. وأبو رجائي أراسلكم. والله إنها فكرة حلوة، يعني لم شمل رجال. أيوة. على شو بدك تلمنا؟ وإيش راح ألمكم من حبيب أمك؟ أنا لو بدي أقولكم بتبطل مفاجأة. يا دافع البلا يا الله، يا ستار أستر، مفاجأة ومن مين؟ من أبو تيمة؟ يعني مفاجأة مفاجئة. إيش المفاجأة يا حج؟ إيش؟ أنا ما بكره المفاجآت، أرجوكم ما تفاجئونيش. خلص احكي لي اللي عندك دايركت يا عمي. يا عمي أرجوك، أنا زلم والله ما بتحمل. صغيرة صغيرة، بكرة ببلش الدايت. ولك لوحدنا وانت قاعد عم بتقلب، ارسالك على قناة خلينا نعرف نحضر اشي. مالك دخل؟ ولك عم تقلب. ارجع 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 قناة، ارجع اثبت لي هون. يلا بشوفك. ايوة اترك لي على لميس. شوفي، مش هاي لميس توبة؟ يا سلام ما احلاها. هاي هي بقى. والله كمان عارف شو اسمها؟ مين هاي لميس؟ يا عيني يا عيني على الجمال التركي، الماء والخضراء والوجه الحسن. الحلو حلو لو صحي من النوم وهو معمص عينيه. والله شو قصدك يعني؟ لا لا لا، شو اللي بتحكي قاعد؟ لا 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 لا، ما بقصد شيء، بس انا بقول فش بعد الجمال العربي. الجمال العربي يا عمي بتشعر انه في عمق رغم التجاعيد. ايوه العمق يا عمي، هذا هو اللي والله فهمني انت، العمق، جمال، اخلاق، بين ادبها اصلا. شوف كسمها. كسمها هادي عندها توأم وخلفتهم بالضبط قبل ما تصور المسلسل. هيك مع توأم؟ تبارك الخلاق فيما خلق سبحانه. دايرة بالها على حالها. طبعا قاعد بتغزل فيها، ما نشوال قاعدة جنبه. Bye.
حمار حمار انت. شوي شوي مش احمل سيارتك واركض فيها. انا بقول اطلع اطلع. صف قدامي. ما تصرخ عشان البنت قاعده ورا. ايش في يا عمري؟ ايش في؟ خير ان شاء الله. ما في اشي. انا صراحة نعم، اي نعم، انا بفهم المرأة وبفهم في لغة النساء. ما في اشي يعني في اشي، واشي كبير حيصير عليه مشكلة، حينغص المشكلة، حيصير مصيبة. كيما عنا سنتين متجوزين، احكي شو فيه وخلصيني، لانه ما في اشي معناها في اشي، وفي اشي بيكون هسا كبير، الله اعلم شو صاير. انت عارف شو عملت. انا صدقا مو عارف انا ايش مسوي. حتى لو انت مش فاهم اعتذر، اعتذر عن اي اشي، اعمل حالك عارف واقتنع في المصيبة اللي انت عاملها لو انت مش عاملها، واعتذر. حياتك بيس. يا تيما احكي خلصيني احكي. لا مش عارف شو عامل انا، احكي خلصيني، خلينا نتفاهم ونخلص. احكي مش عارف عشان حكيت عني ناصحة وبشعة. انا حكيت عنك ناصحة وبشعة؟ ايمتى؟ لما طلعت هاي الممثلة التركية تونا. معقول انا حكيت اشي وانا نسيه ولا انا ما حكيت ولا اشي؟ انا شاكك والله، شككتني في حالي. النسوان بشكك كل واحد في امه. ما كان لازم يعني يحكي حكي او ينطق نطق. عيونه لحالها حكت كل اشي. عيونك فتحتك يا رجائي. جد؟ جد انت جد؟ انت بتحكي جد ولا بتتهبلي جد؟ رجائي خلص بديش احكي بالموضوع، لانه ما بدي بنتي تسمع ابوها بحكي عن امها بشعة وناصحة. شو مش ناوي نطلع نتغدى اليوم؟ بلشت دايت اليوم. ولا تحكي لي هذا بس اكلك. اسمعي، خايفه اكلهم بعدين اندم واجوع وما الاقي شيء اكله. يا حرام، ما هيك عم تاكلي اصابعك، ما عملتيه وجبه. ما انت بدون توتر. ولسه بدي اسجل جيم، مش عارفه من وين ابلش. انا بحكي لك انه انت بلشي، تعالي معي انا على الجيم. اسمعي بدير بالي عليكي، بخليكي تتدربي كثير منيح، بخلي خبير التغذيه يعمل لك نظام هيك بتشبعي، مش زي هذا الحكي الفاضي. جد؟ جد، انا مجنونه رياضه وكثير رح انبسط معك لما تيجي معي. انت مسلوعه، بستفيد الواحد منك. طب انت من بلش اليوم؟ اليوم؟ اليوم لسه في سيستم الواحد يعمل، يعني يتهيأ للموضوع نفسيا وجسديا. يعني شو وراكي؟ مروح اليوم المساء، انا كل يوم هناك. اوكي طيب خلص، بروح بعد الشغل بجيب اوعي الجيم وبلاقيكي هناك. عن جد؟ اشوفك هناك. شو الحماس هذا؟ اليوم موعد المفاجأة. والله أنا فكرت لسه مطول. ما هو أنا حبيت حتى تكتمل المفاجأة، حبيت أفاجئكم باليوم كمان. بس عم يحكي لنا يعني إيش الخطة اليوم؟ في أشياء معينة لازم أحضر حالي إلها، يعني احكي لي احكي لي. خطة شو يا رجال؟ خطة شو يا زلمة؟ ليش شادد على حالك؟ ها محسسني إنك رايح على مهمة رسمية. يا حبيبي يا رجائي، فرفش فرفش، تيك ات ايزي. خلص يا عمي خلص، انتو بتميلوا علي وبنطلع كلنا توجذر كهبة ورجل واحد. رجائي ايش هذا؟ رجائي طب اذا بدكيش تحكي معي بعتيها واتس، لانه بقول لك زمن الرسائل الورقية اندثر. رجائي انت وين يا رجائي؟ رجائي عمي معك معك. خلاص يا عمي، بتجوني بعد نص ساعة وخمس دقائق، اوكي؟ طيب ان شاء الله بمر بجيب ابوي وبدور بنتركها عند حماتي. أسرة غريبة مبالغ فيها. يعني تيما بتكتب لي رسائل ورقية في زمن التكنولوجيا والحداثة، وأبوها عنده تصرفات غريبة وضحكات
واشياء مبالغ فيها. ايش ليه يعني؟ ليش ليش؟ شو هاي ريم؟ جد بوضع سره بأضعف خلقه، ايش فيه؟ مجنونة هاي؟ ذا هالك؟ تيما! هاي! ريم انتي هون؟ ما انتبه عم بدور عليكي، ما فقيتك. جاهزة نبلش؟ هلا؟ يلا، فتكو. يلا، يلا. سيربرايز، مفاجأة، مش هيك؟ ايش هذا المكان؟ هذا الحمام التركي. جيبنا عشان نتحمم؟ هاي المفاجأة؟ يا سلام يا أبو عوض، عن جد مفاجأة، ما بتخطر على بال. لا بتخطر لا بال ولا خاطر. مالك يا رجائي بتحكي مع حالك؟ لا عمي مبهور. مبهور. طيب، تفضل، تفضل سيد رجائي. من بعدك عمي ولو ابدا. الغالي زوج الغاليه هو الاول. تفضل. والله غير انت الاول عمي ولو. استغفر الله. استغفر. تفضل يابا، تفضل يابا. ما اقدرش اضرب ابوك، اضربك انت. حمام تركي، انا بعرف اتحمم، ليش يجي انسان اخر يقوم بلقافيه يعني بلمسي؟ ما في داعي، انا بعرف اتحمم، بعرف انظف اباطي كمان. كيفك انت ويكارديو؟ خليني العبك اليوم على التردمل. كيف بشتغل هذا؟ تمام. شو ببلش بسرعة؟ هذا بس هيك عشان أول يوم، بدنا نخليكي تاخدي على الجو. يلا شدي حالك، يلا أسرع، يلا شدي حالك، يلا أسرع. شو هذا الحكي؟ واحد اثنين، يلا ديما يلا. أنا مش كويتر، أنا بدي أكمل بس حبة حبة يعني، نقطة نقطة. أول إشي نبلش شوي شوي، ناخد سيلفي سناب شات كذا هيك، ما مش دغري ركض اركض اركضي. قطعت حيلي إذا ما تصورت، شو فايدة التدريب كله يعني؟ ولا فايدته إشي، ولا فايدته إشي. يلا يا تيما، لسه ما بدينا يا تيما. يلا اطلع، يلا يا تيما، شدي شدي شدي. يلا يلا يلا، خدي نفس، خدي نفس، انت بتركضي، خدي نفس، خدي نفس، ارفعي حالك. يلا ايوه. الا اريد منكم السمع، فغطوا اجسامكم فهي افه على المجتمع. وشو هذا كلك علي؟ اللي بسمع بحكي ذا روك نقطني بسكوتك يا عم. ان شاء الله صحيح، انا مش ذا روك بس عندي لحن. ضغط يا جماعة ولا أنا الوحيد المضغوط ولا أنتوا مش حاسين ولا إيش؟ هذا البخار يا سيد رجائي بفتح مسامات الجسم، حتى بفتح مسامات مخك، وبهيئ بشرتك للحمام. بس دير بالك على بشرتك. جماعة ضغط ضغط. مالك حبيبي رجائي؟ يا بابا ضغط ضغط كثير. خليك ريلاكس، ريلاكس. ضغط ضغط. ريلاكس حبيبي. ضغط ما مش معقول. وين الباب؟ وين الباب؟ إذا ما هي انصرف. وين الباب يا جماعة؟ وين الباب؟ إذا ما هيو. ضغط ضغط ضغط. رجائي حبيبي جوز الغالي، اصحى اصحى. رجائي عمو رجائي رجائي. رجائي حبيبي خذ اشرب كركديه، هاي الكركديه بتساعدك على التنفيس وبتخفف الضغط الحبيس. اشرب اشرب يا حبيبي. وين الاستمتاع باني افوت على غرفه كلها بخار بخار وكتمه وخنقه؟ وين المتعه في الموضوع؟ والواحد بدوخ وبغوطن وبعدين يعني لما ادوخ من بين كل الناس ادوخ مع عوض، ليش؟ ما فيش حدا بتمناها حتى للعدو انه يدوخ وجنبه عوض. Thank you.
معقول يعني هذا الجزء ما نقدرش نحذفه؟ طابة حبيبي، هذا أهم جزء رح يرجعك كأنك انولدت من جديد. يم انولدت من جديد؟ يم من جديد؟ ولا يهمك يا رجائي، أنا وصيتهم عليك توصية خاصة، يعني راح يتموا فيك غير شكل، بدهم يفصفصوا عضاهم. ما تخاف عمر. اوكي، مين رجائي؟ أعتقد هذا النوع من النشاطات فيه إشي يسمى الهابي إندينج، شكله ما في منه هون. طب عمي ما أخذنا وما أخذنا، يعني مفضنا عن محلات يزبط فيها الهابي إندينج مش هون، ولا لا يكون فيه. شكله ذرك جاك في حال والله لا يهربت صحتك. العوض بسلامتك. يلا تيما شايفتك، يلا يلا بسرعة حركي. خلصت الستس الثلاثة كلهم؟ خلصت 3 ستس. أكيد أنا بتبع لك، ديري بالك. شوفي عادي هيك التظبيط علني؟ أنت مفكرة كل حدا بيجي عجم عشان يقعد يتدرب؟ ما هدول بيجي بيظبطوا بعض عشان عريس وهيك، عرفتي؟ طب ليش ما ظبطتي حالك في عريس؟ أنت ما طول نهارك عاشف أم الجيم. أنا بدي أضربه. في عملية ارتيادي للجيم لاحظت أشياء معينة، يعني في بنات بيروحوا للجيم فقط يلاقوا العريس. في لبس للجيم اللي هو بتعمل فيه رياضة، وفي لبس للجيم للبنت اللي بدها تلاقي عريس. طبعا غير انه شعر المعمول اللي هو مربوط ربطة الجيم، ربطة بس هي عبارة عن تسريحة على اساس يس ام سبورتي. نفس الاشي الميك اب، هذا الميك اب اللي ما بيبين بس هو فعليا فول ميك اب. وكيف عملية التعارف بتصير؟ الشاب بيكون بيلعب هيك بالترايسبس، هي بتعطيه نظرة، بيكون الوزن زيرو اللي حملته هي، الوزن زيرو. يعني في بنات حرام بس بيروحوا بتدربوا بلتعن عرقانين، هدول ما حداش بتطلع عليهم. بعدك زعلانة؟ اليوم مفاجأة أبوكي كانت مفاجأة عن جد. أخذنا على حمام تركي. بتعرفي أنت الواحد بيكون قاعد في هاي الأجواء هيك مسترخي، نسمات مفتحة ومخي تفتح، خطرتي عبالي وفكرت، حسيت حالي صراحة ممكن أكون زعلتك وأنا مش منتبه. حلو الواحد يكون حقاني، حلو الإنسان يكون حقاني ويترك الأشياء اللي بيلعب فيها لما يكون زوجه عم يحكي معاه إنه عيب. عن جد عيب، عيب تنازل، عيب عيب عيب. عم بحكي معك. خير، شو بدك؟ في مبادرة لإصلاح ذات البين. ما هي؟ قبل ما أسافر فكرت إنه أنا وإنتي وبذور رحلة إلى العقبة، استجمام، بس هي مفاجأة زي مفاجأة أبوكي. جد؟ واو جوجو، فكرة حلوة. حتى أنا بفكر ناخد معانا نبيل وريم. حلو بتسلم، نطلع العقبة، منروح العقبة ناخد صيادية وسمك نلفلف فيها، منروح أنا منطقتي بدي أعمل تان تان تان، تتذكروا كرتون فرنسي. أنت من وين جيت؟
جيت من الشباك نطيت ما انا كنقر من الباب دخلت جوجو انت نافي توتو مرقيلي الشبس لانه بس كنتوا بتحكوا حسيت الموضوع خاص ما حبيت اتدخل مرقيه ويا ريت تركزوا معي هلا حبلش هاو اي ميت يور ماذر مسلسل المفضل جوجو انا حاسس حالي نعسان اذا نمت غطيني عندي لكم سؤال بتعرفوا شو يعني في ميل مش ميل او عم تنسى يا ناس في ميل جديد مش هي ميل يا صاحبي في ميل في ميل في ميل اعطيني مكبس عندك مكبس في